اخوان 16 2019 الساعة 6:15 تقريبا، شارع الرشيد قرب تمثال الرصافي. 16 16. نبديك يا عراق. المرأة العراقية أيضا شاركت التظاهرات، شاركت الشباب أخوان، والتكاتك أيضا مشاركة بشارع الرشيد، أيضا لهم موقف مشرف أخوان. هاي الناس طلعت تطالب بحقها الدستوري، حقها اللي كفلت اللي كفل لهم الدستور، ما طلبوا غير شيء، هم واقفين يحمون، ولا إذا يريدون يسوون شيء بكل بساطة هسه يسوون شيء، بس القضية قضية وطن، مو قضية مادة وقضية استفادة. فوق 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 فوق.